أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا صدق الله العظيم.